بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، لو واحد فيكم جات أخته أو بنته وقالت له أنا أحب واحد، إيش راح تسوي في الحالة؟ طبعاً وهذا الموضوع طبعاً في هذا الزمن اللي زاد فيه الاختلاط، صار فيه اختلاط في الجامعات، صار فيه اختلاط في العمل، فطبيعي أن يعني قلت لكم أي اختلاط بين رجل وامرأة لابد أن هناك شرار، لابد أن يكون هناك شرار، لابد يكون هناك مشاكل. ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مش كلامي أنا. فما دام إحنا فتحنا الدنيا فاستحملوا الأشياء اللي راح تجيكم. طبعا في ناس راح يجاوبوني بعقله، في واحد بيجاوب عقله، في واحد بيجاوب قلبه. اللي بيجاوب بقلبه يقول لي خسي تحب وعي والله، ويمسك النعال ويضربها ويل الصايعة ويل الضايعة، وقد يسبها في شرفها وفي عرضها. وفي واحد لابد أنه يفكر بعقله. الآن إحنا عشان نجاوب، هل نجاوب بالقلب ولا بالعقل ولا بالشرع؟ لا، نجاوب بالشرع أخواني الأفاضل، نجاوب بالصح، نجاوب بالمنطق، بالكلام اللي المفروض يكون، لأن عمر الطق والضرب، عمر الإهانات ما تحل المشاكل أخواني الأفاضل. لو جات أختك وقالت لك يا مرزوق يا بلال يا فلان أنا مرتاحة، شوفوا ركزوا على كلامي، كذلك أنا أوجه رسالة للبنات لأن هذا توجيه للبنات. لو أنت يا بنت ارتحتي لزميل في العمل، حسيت أن هذا الرجل يصلح يكون زوج صالح لك، لو أنت فرضا ارتحتي حق صديق أخوك، شفتي أن هذا رجل يعني فعلا ممتاز وينفع يكون زوج لك، إيش تسوين في هذه الحالة؟ هل تروحين تغزلينه؟ هل تروحين تكلمينه؟ هل تروحين هل خلونا نحط شوية قوانين وضوابط شرعية أخواني الأفاضل لهذا الموضوع. أنت يا أب، أنت يا أخ، لو جاتك بنتك فرضا وقالت لك والله أنا زميلي في العمل تكلمت وياه كذا مرة ثلاثة أربع مرات وإحنا ارتحنا حق بعض، وإحنا يعني أنا حس يا أبوي أنه يصلح لي كزوج، تضربها تهينها، هذا لن يفيد. النصيحة لك يا أب ويا أخ، اقعد وياها، تعالي يا دانا، تعالي يا نورة، ايش فيك؟ والله كذا كذا كذا، انا ارتحت له وانا هذا. انت بسألك سؤال، لو اختك مو بنيتها صافية، لو مو بشريفة، ما كانت جات قالت لك، كانت راحت وزنت وياه ولعبت وياه، فانت اذا طقيته وضربته وهنته انت راح تزيد المشاكل. فالحل يا اخ انك تقعد مع اختك وتسمع لها وتعرف ايش الموضوع. اولا رقم واحد، لكنك انت تحميها من الغلط، تحميها من الغلط. نعم، لانك انت لو سمعت لها راح توجهها التوجيه الصحيح. فلان يعني مرتاح لك، اوكي حياها الله، خلي تفضل ادخلوا البيوت من ابوابها، فحياه خلي تفضل، هذا رقمي. شوف شلون التصرف برقي، لا تقول لي والله وما ادري ايش وتخسي، ما ينفع هالكلام في هذا الزمن، ما ينفع الكلام ولا في الأزمنة السابقة. أنت مش أحسن من الصحابة الكرام، ولا أحسن من مين؟ من بنت النبي شعيب. يقال أنه النبي شعيب، وفي ناس يقولون أنه رجل صالح. قصة سيدنا موسى موجودة هذه في القرآن، لما سقى للبنتين، واحدة من البنات ارتاحت لسيدنا موسى. إيش ارتاحت فيه؟ مربي شعره، حط سلاسل، لا، ارتاحت لأخلاقه، سقى لهم، ساعدهم بدون ما يطلعهم، بدون ما يقول لهم يا فديتك حطين رقم يا فديتك، لا، سقى للبنتين وراح قعد بروحه، لا التفت لهم، لا طالعهم، لا. فواحدة من البنات أعجبت بأخلاقه، بدينه، بشهامته، برجولته وبفزعته، فراحت إش قالت حق أبوها؟ يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا يبا هذا موسى قوي، هذا أمين. فالأب إيش فهم؟ فهم إن بنته ارتاحت لهذا الرجل، وفعلا هذا الرجل بلغ سيدنا موسى إنه يشتغل عنده وراح يزوج بنته، وهكذا القصة معروفة، إن شاء الله راح أخصص حلقة لهذا الموضوع. فشوفوا شلون ردت فعل الأب، ما قال استحي على وجهك قوي أمين في عينك، لا، ما قال لها هالكلام. فيا أب ويا أخ، شوفوا أنا قاعد أكلمكم بقوانين شرعية،
سووها الأنبياء، مو بأنا اللي قاعد أعلمك وأقول لك لا، هذا تصرف الأنبياء. إذا أختك أو بنتك ارتاحت لشخص، ساعدها في هذا الموضوع وساعدها أنها تتزوج هذا الشخص، واسمع لها وقول لها حياها الله، خلي تفضل حياها الله كذا. وإذا قالت لك مثلا والله أنا صارت بيني وبينها مكالمات، لابد أنك أنت تفهمها أن هذا غلط وأن هذا كذا وأن هذا ما يجوز، وشنو الصح. حولوا هذا الموضوع إلى حلال، خل الرجل يتقدم، ما تطقها، ما تضربها، ما تهينها، ما تحبسها، لأن والعياذ بالله إذا بعض البنات تعاند قد تلحقك العار، قد أنها تزني، قد أنها تلعب. فنحل المشاكل بأسلوب ديني. فرسالة للأخت، إذا أنت ارتحتي حق إنسان، شوفي ركزي على كلامي، لأن هذا السؤال كثير يجيني، يا عبد العزيز أنا أحب فلان بس مش عارف كيف أوصل له، مش عارف كيف أبلغه، مش عارف كيف أقول له. أول شيء أختي الفاضلة، إذا أنت ارتحتي لشخص صديق أخوك، مو بغلط أنك أنت تعلمين أمك، علمي أمك وأمك تبلغ أخوك، يا يما ترى والله أخوي علي عنده رفيجة سلطان ما شاء الله شكله طيب خلوق، أنا أشوفه رجل مناسب، ها يا يما إيش رايك كذا، بلغي أخوي يعني مثلا يلمح له. والله هذا حال الصحابة، الصحابة كانوا يلمحون لبعض، الصحابة كانوا يشوفون مين الرجل الصالح ويروح يقول له والله أختي وكذا، مو بعيب ولا غلط. هذا لما كنا احنا نطبق شرع الله، وكان المجتمع متكاتف، وما كانت عندنا بنت جالسة بدون زواج. الآن عندنا ملايين الملايين من البشر. أنا أكلمكم الآن يعني هذا الموضوع إذا بفصل فيه يحتاج إلى حلقات وحلقات أخواني الأفاضل. فالأم، يا أم إذا بلغتك بنتك، لمحي حق صديقتك، لمحي حق أختك، قد تكون البنت تحب بنت خالتها، قد الأم تحب أنت أب إذا جاتك بنتك ترتاح أو مرتاحة حق إنسان، حق ولد عمها، حق ولد كذا، حق أنت تحرك يا أب. ولم لا تقولون نستحي، والله أنتوا تقولون عبد العزيز عطنا حلول، قاعد أعطيكم حلول، لكن لما نعطي حلول اللي يقولك والله أنا استحي، واللي يقولك عيب، واللي يقولك خلكم استحي وعيب، خلكم في الشقاء اللي أنتوا فيه. لا نتحرك إخواني الأفاضل. فيا أب إذا بنتك حسيت من كلامها، وبعدين أنت يا بنت لمحي، لا تكاش يبا أنا أحب سلطان، لا بأسلوب طيب، يا يبا والله أنا أشوف سلطان هذا رجل طيب، أنا أشوف سلطان رجال والنعم فيه، أنا أشوف سلطان رجل خلوق. وأنت يا أب لما تسمع بنتك تتكلم هالكلام، لا تصير مثل الخشب المسندة، مثل الكرسي اللي قاعد عليه، شغل عقلك. لما تحس أن بنتك تمدح رجل، افهم يا أب ويا أخ أن بنتك مرتاحة حق هذا الرجل، فحاول تقرب وجهات النظر ما بينها وبين هذا الرجل. وإذا صار أنك أنت لمعت حق هذا الرجل وقال لك والله ما في نصيب، خلاص تروح تبلغ بنتك أنه والله لا هذا سلطان ترى خاطب بنت ثانية ويا بنت ما عليه، وبنشوف لك اللي أحسن منه من البداية، بدل ما البنت تقعد تعلق نفسها. في بعض البنات، يا بنات والله اللي أنتوا تسوونه غلط، تعجب في شخص وترسم في عقلها مخيلات ومخيلات أن بينهم قصة حب وبينهم لوف ستوري، وهذا الرجل لا يعرفها ولا قد شافها. فلا تعشمين نفسك في السراب أختي الفاضلة. إذا حسيت أن رجل أنت مرتاحت له، فورا بلغي أمك، بلغي أبوك، بلغي أخوك. ليش إحنا دائما ننادي بالترابط الأسري، والنادي دائما نكون هناك صداقة بين الأخ وأخته؟ لأجل هذه اللحظات لما تحتاجين أخوك وتحتاجين أبوك وتحتاجين أمك، ما تستحين منهم أنك أنت تبلغينهم بالمشاعر اللي أنت تحسين فيها. نعم إخواني الأفاضل، كذلك رسالة إلى المدراء. أنت مدير في مدرسة، مدير في دائرة حكومية فيها اختلاط، طبعا أنا ضد الاختلاط لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حسيت مثلا جاك رجل موظف عندك، والله يا سعادة المدير أنا ترى مرتاح حق الموظفة اللي اسمها مرزوقة، ايش رايك انت تقرب بيننا؟ فانت خلك محضر خير يا مدير، ناد مرزوقه، هاي مرزوقه كذا، ايش رايك انت تتزوجين علي الموظف اللي هناك؟ يا مدير والله انا ما استحي، لا ما علي خلي كلم ابوي. والله انت كمدير تقدر تعمل عمل خيري، تزوج ما بين الموظفين والموظفات. كذلك انت يا يلي تشوفيني موظفه، مو بعيب انك انت تروحين للمدير وتخلينا يتوسط. اذا انت حبيتي موظف من بعيد لبعيد ارتحتي له،
خلي المدير يقرب بينكم، يكلم علي بصورة غير مباشرة، أنت يا مدير قرب وجهات النظر بصورة غير مباشرة، يعني لا تروح حق علي وتقول له ترى مرزوقة جاتني وهي تحبك ما يتف دباديبك. لا يا حبيبي خليك عاقل، لمح لعلي انك ايش رايك تخطب علي حق انا سمعتك يا علي انك تبي تتزوج، ايش رايك تتزوج مرزوقة او العكس بصورة غير مباشرة. واهم شيء الكتمان الكتمان الكتمان. يعني انا اوعدكم ان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب ادعوا لي، يعني انا شغال على فكرة التطبيق وفكرة الموقع يا رب ان شاء الله راح اخصص حلقات اجتماعية. يعني انا اتذكر في قناة المجتمع القديم اخواني الافاضل سويت حلقات بالمئات بالتفصيل الممل، حتى بالممل اللي مو بعجبه كيفك احنا بنعرفكم والله، لان احنا للاسف في مجتمعات صار بس تفكيرنا الدنيا والفلوس والسناب والتصوير وما ادري ايش لا احنا بنتعلم حياتنا، نبي نتعلم شلون نمشي الحياة. الله سبحانه وتعالى يعني قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، ديننا كامل إخواني الأفاضل، ديننا كامل في كل أمور الحياة الله تكلم عنها. عموما أنا لا أريد أن أطيل، باختصار شديد يا أخ يا أب، إذا جاتك أختك ولمحت لك أنها مرتاحة حق شخص أو اعترفت لك أنها لو اعترفت لك أنها تكلم واحد، لا تضربها ولا تهينها، اقعد واسمع لها وافهم منها القصة لأنك أنت تساعدها. والله بهالطريقة إذا ساعدت تبعدها عن الغلط وعن الحرام. بتقول والله عبد العزيز أنت ما عندك غيرة ولا لا يا حبيبي، أنا عندي غيرة أكثر منك، مثل ما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق سعد ابن عبادة، إيه نعم، لما كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يجوز أن نحن نقتل أي شخص شفناه والعياذ بالله قد يزني قد كذا، فقال سعد بن عبادة ايش قال؟ قال والله لاقتله بسيفي هذا غير مصفح، يعني بقتله يعني غير مصفح لها عدة معاني، يعني بضربه ضربه بالسيف من المكان اللي فيه حد يعني على طول ينقتل، او غير مصفح بدون ما سامحه. فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انظروا الى غيرة سعد، ووالله لا الله اغير منك وأنا أغير منك. يعني الله سبحانه وتعالى عنده غيرة وأنا عندي غيرة أكثر منك، لكن إحنا نبحث عن الستر وعن الحلول الصحيحة. فعموما أخواني الأفاضل الموضوع هذا طويل، وأنا تكلمت من زمان عن جرائم الشرف، وممكن حتى نعيد ونتكلم في حلقات تخصصية. أتمنى الرسالة تكون وصلت، واللي عنده أي سؤال حياكم الله في واتساب القناة موجود في اللمحة، لمحة القناة تقدرون تروحون في واتساب أي سؤال أي استفسار بخصوص الأمور الاجتماعية إن شاء الله أنا حاضر، ومثل ما وعدتكم راح نتكلم أكثر في الأمور الاجتماعية. يعطيكم الصحة والعافية.